مؤخرا شحال من واحد باغي يسافر وعنده بزاف ديال التساؤلات الاولى في راسه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرحوا كاع الوثائق المطلوبه. شحال من واحد كيسول واش ضروري خاصني عقد عمل، واش ورقه ديال المغادره التراب الوطني، واش مازال كتطلبوها في المطار ولا لا. تبع معايا هذا الفيديو قبل هبط لتحت، تفرج عليك سبسكرايب جيم وكومونتير، غادي نجاوب على كاع لي كومونتير. باش ميحبسوكش اخويا في المطار خاص ضروري يكون عندك ربعة ديال الوثائق. ربعة ديال الوثائق غادي نقول لكم شحال من وثائق خاصكم، وغادي نمشي لديك التساؤلات اللي شحال من واحد كيسول. جوج ديال الوثائق اللي كيسول عليهم بزاف ديال الناس باغيين يجيو هنا لتركيا، اللي هما عقد عمل و ورقة ديال المغادرة. هاد جوج ديال الوثائق اخويا ما كاينينش، هاد جوج ديال الوثائق ما كاينينش. الا هضر معاك شي واحد من لهنا من تركيا قال لك نصيفط لك عقد عمل، صيفط لي الفلوس قدا وقدا، نصاب. وتركيا معروفه بالنصابه وفيها بزاف ديال النصابه، مغربي تونسي العرب كاملين هنا نصابه. ما تخليش شي واحد ينصب عليك، وما تنصبش انت على راسك. خدام على عقلك اخويا، حتى حاجه ما صعيبه. لكن شي اول مره غادي تسافر راه حتى شي حاجه ما صعيبه. كما قلت لك غادي يخسر لك جوج دقائق، انت غادي تصيفط لك 60 اورو 70 اورو 100 اورو، يقدر هو يحسب لك الثمن اللي بغى، حيت هو يخسر لك جوج دقائق غادي طابي وغادي يصيفطها لك. انت فلوس اخويا محتاجها، انت هذيك الفلوس محتاجها هنا. ما تخليش اخويا شي واحد ينصب عليك ولا تنصب على راسك. كما قلت لك ما كاين حتى شي حاجه صعيبه. ورقه ديال المغادره حيدوها، عقد عمل ما كيسولوش عليه في المطار، واخا كاين الرحلات الاستثنائيه ما كيسولوش عليه في المطار. المهم اربعه ديال الوثائق كما قلت لكم، اللي هو اول وثيقه اللي هي باسبور. باسبور ضروري من الباسبور. عندك ثاني وثيقه اللي هي بيد الطياره ومعاها الريزرفاسيون دوطيل. هاد الريزرفاسيون دوطيل انا ديالي هادي وهميه، قطع عليا مول لاجونس حيت عندي معاه ضروري معرفه كتكون وكذا، تيعاملها معاك ابار يكون تيعرفك، تيعاملها معاك كتقول له قطع عليا خويا ريزيرفاسيون وكذا وكذا وكذا، ما غادي يزيد عليك حتى حاجه، غادي يقطع لك ريزيرفاسيون دوطيل وهميه. هادي ضروري منها حيت كيسولوا عليها. ثالث حاجه سولوني عليها انا في المطار ملي كنت جاي، اللي هي هاد الوثيقه الصرف. ضروري من هاد الوثيقه ديال الصرف احتفظ بها، تصرف الاورو قبل ما نجي لهنا. مش تكون في المغرب تصرف اخويا شي بركه وجيبها معاك، ضروري يعطيوك هاد الورقه، تيسولوا عليها بزاف. ثالث حاجه اللي هي الفاكسان. تعامل واحد كيسول على الفاكسان، لا بي سي ار، لا فاكسان، لا بي سي ار. عندك بي سي ار غادي تدوز به، ما تكونش دايز على 24 ساعه. عندك الفاكسان واخا يكون دايز على خويا حتى شهرين. انا الفاكسان ديالي كندايز على 3 شهور وسافرت به عادي. الوثيقه الوحيده اللي سولني عليها اللي هي هاد ديال الصرف. الفاكسان قال لي واش عندك فاكسان ولا بي سي ار، قلت له عندي بي سي ار، قلت له عندي فاكسان. وريتو الفاكسان، هادشي اللي كاين، ما كايناش شي حاجه صعيبه. غادي تبقى لكم اخر وثيقه اللي هي هادي. هادي اسهل ما يكون، غنحط لكم اللين ديالها لتحت، ادخل اتعمر اخويا لي زانفورماسيون كاملين، وغادي تخرجها عندك في تليفونك بي دي اف. بلا ما تخرجها خويا تمشي عند مول السيبر تمشي كدا، ما كاينش شي حاجه صعيبه. هذا تعمر لي زانفورماسيون ديالك هاي سكول. هاد الواتشي غادي تنفعك بزاف مي غادي تجي هنا لتركيا. علاش؟ غادي تقاد بها هاد الكارت اللي سميتها اسطنبول كارت انفو. غادي تهبط من المطار خاصك تشري هاد الكارطه، كدير 20 ليره، ولكن ما تشريهاش من المطار ابار المطار، تاش مشي اخويا شي مدينه اللي غادي ليها انت، شري اخويا هادي دايره 20 ليره. غتخرج له هاديك بي دي اف عندك في التليفون، عطيه غير من التليفون ديالك بلا ما تخرجها بحال هكا ورقه. انا خرجتها ورقه بحال هكا غير باش نوريها لكم. هاد الهاي سكول غادي اكتيفي لك بها هاد لاكار، كما قلت لك غادي تنفعك، غادي تبقى تشارجيها كل مره بغيتي تركب في شي حاجه بحال الباص بحال كدا، غتنفعك بزاف. هادشي اخوتي اللي كاين في هاد الفيديو، هاد الوثائق اللي قلت لكم، عندك باسبور، عندك ورقه ديال البي، قطع غير الي ما تقطعش الروتور. الدراري وصلوا غير البارح قطع
قطعوا غير آلي. عندك ريزيرفاسيون دوطيل ضروري، ورقه ديال الصرف، وعندك اخويا الفاكسان ولا بي سي ار. هادشي اللي كاين كما قلت لكم، واش ناكد عليها عقد عمل، ما كاينش شي حاجه سميتها عقد عمل. ما تخليش اخويا شي واحد ينصب عليك في جوج ديال الدقائق ولا ثلاثه ديال الدقائق. انا بدا كدرني خاطري وحق الله ما نكذبش عليكم، تبقى فيا بنادم كينصب على واحد هنا قال جوج دقائق كيطابي ورقه كتصيفط له انت داك 60 اورو ولا 70 اورو ولا 80 اورو. شوف هو كانت شحال غادي يطلب لك، انت مقاتل عليها وخدام عليها، كل اللي والديه مكلفين ومتسلفين باش يعطيوه داك البركه باش يسافر يجي لهنا. واش غادي ريسكي؟ واش غادي يخدم على راسو حيت هنا موجوده الخدمه؟ الا بغيتو معلومات على تركيا والخدمه والريسك وكذا، غادي نخلي لكم واحد الفيديو اخر. اي تساؤل غنخلي فيسبوك الانستغرام، دخلوا عندي ومرحبا بكم كاملين. تلقاو فيديو جديد.